وقف جاره يا دقيقة واحدة. مساء الخير مشاهدي ومتابعي تلغراف مصر اينما كنتم، معكم من جديد من بلد مقاولين محافظة سوهاج والايف جديد ووصول شركة فانتازيا لمنزل محمد باع غزل البنات الذي ابكى ملايين المصريين. وتعهد رئيس مجلس الإدارة فانتازيا المهندس أحمد التقاط عرس التم. زي ما حضراتكم نزل محمود، زي ما حضراتكم شايفين وصول شركة فانتازيا. الحمد لله على السلامة يا زين. انت هنا جايين ليه وجايين وصلتوا هنا ازاي؟ محمود توفيق مندوب شركة رعاية رئيس مجلس الإدارة باشمهندس أحمد رجب الشافعي، جايين نوفي بوعد الباشمهندس أحمد رجب لمحمد بالمفروشات والمراتب اللي هو وعده.